السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله الكولا من رول الويتس والستايل والكرم، نفهمهم بالتفصيل ممل طبعا. تاني هأكد تاني، ما ننساش طبعا الويب كيت والموزيلا لكل خاصية من الاتنين دول. طيب حلو، احنا هنقسم بس الشغل ثلاثة وأشوف الشكل بتاع ريفريش. تمام، ثلاث عواميد أهو. الكولا من رول باختصار اللي هو البوردر، عايز أعمل يعني اسم ده شرطة كده ما بين كل ديف، شرطه كده ممكن كل عمود يعني قصدي. طيب اعملها ازاي باختصار؟ الكولم رول انا عندي زي البوردر بالظبط، البوردر زي بتقول كانك تقول بوردر ويتس، بوردر ستايل، بوردر كلر. هنا بقى اسمها كولم رول ويتس، الكولم رول ستايل، والكولم رول الكلر. طيب الويتس مثلا عايزه 3 بكسل، هقول له تاني الكولم رول الستايل. عندي بقى الدوتد والداش زي بالظبط البوردر زي ما قلنا، هنقول له مثلا سوليد. عندي الكولم رول اللي هو الكلر، مثلا اللون اللي هو اف 50 اللون البرتقالي، هسيف واعمل ريفرش، فعلا بقى البوردر عندي اهو. يبقى باختصار الكولم رول بيعمل لي بوردر ما بين العواميد، عندي ثلاث عواميد، يبقى بوردر هنا وبوردر هنا. هغير اللون يبقى اخضر مثلا 0.8 0، يبقى دي اللون الاخضر تمام جدا. هكبر الويتس، تصغر الويتس نخليه 1 بكسل كفايه اهو، تمام ادي 1 بكسل. نكبر العواميد مثلا نقسمها لاربعه او اربع عواميد، وبين كل واحد الكولم رول بتاعنا، تمام جدا جدا. عندنا سوليد، عندنا دوتد الستايل بقى، الدوتد ده اللي هو النقط، لو كبرت اهو اللي هو النقط ده. عندنا الداش اللي هو علامه الداش، عندنا حاجه اسمها الدبل اللي هو خطين جنب بعض كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده، متقسم اربع، متقسم اربعه اهو. الكولم كاونت اربع عواميد، بين كل عمود البوردر او الكولم رول اللي معانا. طيب عندي بقى اختصار لكل ده حاجه اسمها الكولم رول، الكولم اهو اللي هو رول بقى اللي هو زي بالظبط كده تقول بوردر. اول حاجه الويتس اللي 2 بكسل، بعد كده تقول الستايل، بعد كده تقول مثلا الكلر اللي هو اللون مثلا الاخضر، واعمل ريفرش نفس الكلام بالظبط اهو. يبقى اختصار الثلاثه دول اللي هو الكولم رول بتاعك، تكتب اول حاجه الويتس، سوليد الكلر بتاعك زي ما انت عايز. لو شقلبت القيم عادي هيشتغل على فكره، يعني مثلا لو خدت السوليد دي هنا كده كتبتها هنا هيشتغل برضه اهو عادي جدا زي البوردر بقى، تمام جدا جدا. يبقى باختصار الكولم كاونت عايز كام عمود، الكولم جاب الفرق بين عواميد، الكولم رول ويتس اللي هو البوردر ويتس، الكولم رول ستايل اللي هو البوردر ستايل، نفس الكلام بوردر كلر، وده الشورت هاند بتاع التلاته دول، تمام جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.